كانت الصاد ايه؟ صداقة، والضاد ضبط النفس، والطه طول أناء، والظه والغين. العين عدل الأول، وبعدين الغين غيرة. ناخد عين غين فه، صح كده؟ فن. ايه الفن ده بقى؟ اقول لكم حاجة تعباني اليومين دول. لما بحضر قداس الاطفال، احنا عندنا قداسين اطفال كل جمعة، واغلب الكنائس الكبيرة دلوقتي عملت قداس خاص بالاطفال. في مأساة بتحصل، ان خادم صوته بايظ يقول ترتيلة وقت التناول، والعيال تزعق وتصرخ ويقول لهم علوا وعلي اكتر. والحقيقة انا عشان شوية فاهم موسيقى ببقى هفرقع، لانه لا في اداء ولا في احترام للسر ولا في صلاة ولا في تسبيح ولا في اي حاجة. دي خناقة لغوية صوتية، يعني لو جه عبد الوهاب هيجيله سكتة قلبية. بالمناسبة عبد الوهاب كان بيحضر عندنا في ماري مرقص من 60 سنة يوم الجمعة العظيمة يسمع الألحان دي، بشهادة الجيل اللي قبلنا. عشان تعرفوا ان احنا كنيستنا تميل للفن، احنا كنيسة تحب الفن. والفن مش بره روح الكتاب، الكتاب المقدس مليان فن. مزامير كلها كانت قطع فنية شعرية مغناة. داود كان فنان، كان بيعزف على كذا آلة. قاليش عمر عشان يعرف ربنا عاوز يقول ايه، قال لهم حاجة غريبة جدا، آتوني بعواد. تصوروا في الكتاب يعني ايه، هتقولي واحد يعزف عود عاوز اركز عشان اعرف ربنا بيقول لي ايه. اذا واضح ان الكتاب المقدس مليان فن، مليان ايقونات، مليان رسم. لما بولس يقول انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح واياه مصلوبا. اذا فكره الطبيعه الجميله دي، ما ده كله ده فن، فن الهي. ربنا عامل كون رائع جدا عشان نسبحه من خلاله. الحقيقه احنا حاليا تربيه النشء على الحته الفنيه ضعيفه جدا. يعني نذكر في مدارسنا زمان كان في حاجة اسمها حصة موسيقى، معرفش دي موجودة ولا لا. غالبا الآلة الوحيدة المستخدمة دلوقتي الطبلة أو الكورة يعني. فرأيي أنه لو الأب والأم واعيين لازم ينموا الحتة الفنية عند الأطفال. الحتة الفنية دي مش بالضرورة موسيقى، ممكن تبقى رسم، ممكن تبقى هاند كرافتس يعني اخراجات بالايد، ممكن صلصال، ممكن مش عارف نقش على الخشب، ممكن يبقى يعني الفنون كتيرة. لانه الفن نفسه القراية والكتابة، ده ممكن طفلك يكون عنده استعداد انه يطلع اديب في يوم من الايام او شاعر. او احنا الحتة دي دراسة في مصر طبعا، الحتة دي دي رفاهية بالنسبة له. طبعا ده حتى التذوق بيفرق بعد كده. التذوق الفني ده، دي احد متع الحياة، انك تبقى مستطعم موسيقى او مستطعم لوحة او مستطعم الطبيعة. ما هو الطبيعة اساسا ربنا عملها عشان تقول الله، تقول ايه الجمال ده وتسبح الله. ولما تسمعوا التسابيح بتاعت الكنيسة تلاقي كلها قطع فنية تأملية، فواضح اللي ركبوها كلهم فنانين بيحبوا ربنا. فما عندناش خالص العداوة ضد الفن، ده فكر غير مسيحي. فكر المسيحي الأصيل أن المسيحي الحقيقي فنان بالفطرة لأنه عاشق. ما هو العشق ده الإلهي بيجعل النفس حساسة. المعاني دي كلها بقى مختفية في التربية، احنا عاوزين حسابه عربي وبس، وقفل على كده، وكورة ممكن. فطبعا الحتة دي عاوزة تدخل، ولازم تدخل من بدري. لأن الطفل على فكرة زي ما تزقه، مش لازم بقى تجبره يطلع يحب الموسيقى زيك ولا الرسم زيك، بس أنت بسهولة ممكن تكتشف ميوله. ولازم في كل طفل في ناحية فنية غالبا بندفنها من سن 3 4 سنين إلى الأبد، فبيطلع ما عندوش فكرة. لكن دي لو اتغذت ده كان ممكن يطلع حاجات كتيرة قوي. عملوا تجربة في أحد بلاد شرق آسيا،
بقوا يعملوا ايه؟ يدخلوا العيال اوضه كده زي الاوركسترا، وبعدين يسيبوهم ويتفرجوا عليهم بيراقبوهم، فيلاقوا كل طفل تشد الآلة، بعدين يدخلوهم أوضة تاني كلها ألوان وأقلام وإشي ورق وإشي خشب وإشي، وشوفوا هيعملوا إيه. وبعدين يعني بيعرضوهم لكل مجالات الفن المتعارف عليه ويراقبوهم، ولما يلاقوا واحد اتعلق بآلة معينة قوي يشتغلوا عليه في الاتجاهات، واحد مسك الورقة وعمال يشخبط ومش راضي يسيبها ومبسوط اشتغلوا معاه، واحد لعب بقى ميكانو هيطلع مهندس شاطر وعمال يركب حاجات ودي غيته يشتغلوا عليه. والكلام ده بيعملوه في 3 سنين من العمر، فبيكتشفوا الميول الطبيعية اللي بيها يكبروا معاه، لأنه بالتالي ممكن يبقى عنده مرهف الحس، يعني خلاص الميل ده لما يتخدم كويس هيطلع حاجة حلوة. عموما احنا كنيسة الفن جزء من عبادتنا، كلكم بتدخلوا الكنيسة، لو دخلتوا كنيسة عريانة من الصور تقلقوا، انت الكنيسة بالنسبة لك ايقونات وصلبان، فانت اذا متعرف على الفن بالفطرة من طفولتك، اي كنيسة بالنسبة لك ايقونات وصورة العذراء وشمع، فانت بالنسبة لك في لوحة بتدخلها كل مرة وتشعر معاها بارتياح معين. في نفس الوقت انت ودنك بتسمع موسيقى وانت بتميز، حتى لو مش فاهم ولا حافظ ولا لحن، عارف ان في الشعانين ليها نغمة، وفي القيامة والميلاد ليها نغمة، والصوم الكبير له نغمة، والثانوي نغمة، والكهكي نغمة، انت بتحس ان الجو الفني او جو الموسيقى اختلف، وده اللي بيدي طعم لكل حاجة من دول. طب بالك بقى لو الطفل طلع مخدوم في الحتة دي، طبعا هيتمتع وهو بيقول اللحن او بيقول الترتيلة، وتطلع الكنيسة سيمفونية كده، وعلى فكرة في لحن قبطي اسمه سيمفوني اليوناني، في الكلمة دي، في الكلمة يعني احنا بنعزف سيمفونية في صلاة باكر، بنقول مسبحين الله كقيصارة، احنا كلنا نعمل اوتار القيصارة، ده تأمل كده محطوط في تسبيحة باكر. الناحية الفنية دي مسؤولية الوالدين برضو، المدارس للأسف دلوقتي الموضوع ده مش مخدوم إلا المدارس الغنية قوي، ومش كلها مركزة كمان. طب احنا يهمنا، أنا ابني يهمني أنه يحب ده، خسارة أنه ما يحبش، لأن دي متعة في حياته أنه هو يتعرف على أي نوع من الفن، دي لذة من لذات الحياة، ودي نعمة ربنا حطها فينا كبشر، الفن جزء من طبيعة الإنسان. عملت تجربة الأسبوع اللي فات وعدت على خير لأول مرة من سنين، كان معايا مؤتمر وجيت في بالليل، هما سهيرة بقى، جبت لهم فيلم فروزن، عارفين فروزن اللي نزل في السينما، قعدنا في الكنيسة نتفرج على الفيلم 2 ساعة، بس قلت لهم المرة دي هنتفرج عليه احنا مش بنسليكم، ايه رأيكم ان العالم كله سمع عن الفيلم ده، وتقريبا نص اطفال العالم اتفرجوا عليه، لانه بالرغم انه انجليش بس اللي يتفرج على الفيلم ده يفهمه حتى لو ما بيفهمش انجليش، هو فيلم كرتون بس طبعا مليان معاني رائعة جدا، يا ريت كنتوا يا كبار تتفرجوا عليه. فقلت لهم كل واحد هيمسك ورق وقلم وهو بيتفرج على الفيلم يطلع يجاوب على سؤال واحد، ليه الفيلم ده في 2 سنين انتشر في العالم كله هذا الانتشار اللي يقال اكتر من 100 مليون شافوه؟ طب انا لو عملت فيلم زي كده بشرت 100 مليون، فاهمين الفكرة؟ اذا ده اداة من ادوات التواصل الانساني، الفيلم اللي عمله اسمه ايه ده لما نزل الباشن اوف كرايست الام المسيح، شفتوا السينمات في مصر 3 ارباعها ما كانوش مسيحيين، مين هيقول لهم اقروا الانجيل؟ الفيلم خلاهم يقروا الانجيل. فاذا هو بالناحية الفنية وصل المسيح لناس كتيرة او ما كانش هيوصل لها ربنا يسوع. فأفريقيا وآسيا أحد أهم أدواتنا في الكرازة النغمة والموسيقى، الناس دول عشاق للموسيقى، تحط كلمات وتقول موسيقى على هواهم وترص المعاني اللي انت عاوزها، تلاقي الناس كلها اتلمت حواليك واكسايتد وبتسمع. ده غير الكرازة، أنا عموما بقول هي ناحية مهم. قعدنا تقريبا ساعة بعد القداس تاني يوم، الولاد بيقولوا كلام درر كأنهم نقاد سينما،
بيطلعوا أسباب انتشار الفيلم ده في العالم، لاحظوا حاجات في الفيلم أنا شفته على الأقل مرتين تلاتة ذهلت، كل ده اكتشفتوه يا عيال؟ ده انتوا فعلا، طب ما تعملوا بقى. اكتشفوا عبقرية المخرج والمؤلف والممثل والملحن، لأنه عارف يخاطب العالم، لا يخاطب فئة معينة لا سنية ولا بلد. هو ده قيمة الفن، الفن عنده قدرة أن يخاطب العالم، العالم وكل بلاده وكل فئاته. يعني مثلا الموسيقى العالمية بتاعت بيتهوفن ولا باخ ولا كده، طب ما شبابنا بيسمع، تروح فرنسا تلاقيهم بيسمعوا، تروح الهند تلاقيهم بيسمعوا. يبقى واضح ان في بعض الموسيقات او الحاجات دي حتى بتتخطى حدود الكالتشر. يعني ايه؟ طب احنا مصريين مالنا بالموسيقى دي؟ لا، تلاقي ناس غاوية كلاسيك وبتسمع. طب هم هنود عندهم الكالتشر، بس عندهم ناس بتسمع. يبقى الفن الراقي عموما وسيلة تخاطب إنساني، وفي نفس الوقت عادة الفنان يميل، إذا كان حقيقي بقى، يميل للمعاني المسيحية الحقيقية، الحب والخير والجمال والرحمة، تلاقيها قريبة لقلبه. فاكر لما كنت في الكلية عملوا معرض رسم، فأنا غاوي الحاجات دي أتفرج على الأقل. فواقف قدام لوحة كده، وقفت قدام لوحتين، لوحة كنا طلبة لسه، واحد بفتح بقه انا سامع الصرخة من الصورة، صورة معبرة، واحد بيصوت وفي سلاسل واغلب الالوان ضلمة كئيبة. هما كانوا بيخلوا كل طالب يقف جنب اللوحة بتاعته، وجنبها لوحة تاني بقى مية وخضرة وروقان الدنيا وعصفور. الحقيقة مجرد نزلت عيني من على اللوحة للشخص انا عرفت مين رسم ايه. اللي راسم الصورة بتاعة الزعيق دي وشه مرعب، تحس جواه كمية غضب. هو فنان على فكرة ستيل، يعني هو عارف يعبر، بس غضب فظيع. التاني وشه الروقان كله، فواضح ان حتى الفن بيعبر عن الداخل. طب ما اذا كل ده موجود فينا كبشر طبيعي، ليه ما كبروش في عيالي؟ ليه ما زرعوش في الطفل من بدري انه يتقن، انه يسمع الموسيقى، انه يتعلم اللحن ويقوله باتقان، وانه حد يمسك بايده ويعلمه الرسم؟ طب وماله؟ ما خلي بالكو اي ناحية فنية او مهارة هي فيها جزء بيسموه ايه، جيناتيك او طبيعي، وفي جزء يعلم. عشان كده حتى لا تهمل الموهبة التي فيك، اذا كان حتى في موهبة، الموهبة تصقل بالتعليم وبالخبرة. احنا بقى الحتة دي وقع مننا. فرأيي لو ولادنا كلهم اتعلموا البيزكس بتاعة الرسم والموسيقى، وده دورنا، هيطلع لنا جيل أرقى، هيبقى مش مستحمل سوري انه تترمي ورقة على الأرض. ده ضد إحساسه الفني، مش هيستحمل يلاقي الدنيا مكركبة. انما احنا ده لو مش مكركبة نتضايق، لأن احنا الدنيا كلها مكركبة، فاحنا متبرمجين غلط. لكن واضح ان الناحية الجمالية دي مفقودة في بعض المدارس بره مصر بقى، يقعدوا يعني يستنفروا الناحية الجمالية، فيطلعوا بيهم في الطبيعة يقولوا لهم هي الوردة دي ايه الحلو اللي فيها، يقعدوا الأطفال يعبروا عن الجمال اللي شايفينه، عشان يركزوا في حاجات ما كانوش ممكن يركزوا فيها غير بالسؤال ده. فحتى الحوار حوالين الفنيات جزء من دورك كأب وأم. الموضوع ده هل يبدو صعب؟ هل يبدو أفلاطوني مجازي فلسفي؟ في رأيي لا، في رأيي لا. حتى لو أنت ما كانش عندك الملكة أو الموهبة، بس أنت هتبقى فرحان إنك طلعت ابنك يتذوق أكثر منك، حياته هتبقى أحلى منك، إحساسه بالأمور أعلى منك. وبعدين عندنا قديسين فنانين أشهرهم داود النبي، إذا الموضوع ما هواش مجازي، يعني ما هواش بعيد عن القداسة. لما تبص على ربنا يسوع قيل عنه أنه سبح، المسيح نفسه سبح ليلة العشر الرباني، كان يسبح. إذا هو كان حافظ المزامير وبيقول مع التلاميذ تسبيح، سبحوا في اليوناني يعني حاجة محفوظة بتتقال بنغمة، يعني مش لازم ما تبقاش غير كده.
فيبقى واضح ان ربنا يسوع له المجد كان يسبح. تعبير الخروج، الفرحة بتاعت عبور البحر عبر عنها بتسبيح. كانت مريم دي عندها ناحية فنية، أخت موسى، وعزفت. احنا بنخاف من البنات ليه؟ دي مريم أخت موسى من 1500 سنة قبل المسيح قادت التسبيح. مريم النبية أخذت الدف بيديها وبدأت تسبح قائلة سبحوا الرب لأنه بالمجد قد تمجد. يبقى واضح ان هي ظابطة النغمة وظابطة الريتم، والرجالة وستات ورا منها وماله، ما فيهاش مشكلة دي، ودي أخت موسى. كل عاوز أوصل إن كلمة فن عاوزة تدخل في قاموس التربية، والفن المسيحي بالذات. الأيقونة القبطية مليانة معاني، قليل فينا اللي فاهمها. الموسيقى القبطية مليانة غذاء روحي، ترانيم والتسابيح فيها كذا مدخل فني، في سجع وفي قافية وفي شعر وفي تلحين، في مزاج، وفي مشاعر بتطلع غير خالص لما بتقول قطعة كده قراية وخلاص.